خيبة أمل ثالثة لأنه كان بالإمكان أن يكون الأمر أحسن مما كان عليه الليلة، وكان بإمكاننا أن نحصد 3 نقاط، ولكن خلقنا الكثير من الفرص، هيمنا ولكن لم نغتنم الفرص ولم نجسد الفرص المتاحة لنا، لم نفز. ولكن إجمالا أنا لست أو لازلت معجبا وراضا عن الأداء من قبل المجموعة التي أقحمتها.